انا وفق طبعا في الجون. موديست جاب جون بتاع موديست تخصصه، وعمل الجون التاني برضو بالمهاره بتاعته، بالمهاره اللي هو يملكها بالزبط. اللي احنا الى بالزبط. الان مش قادر تستغلها، مش قادر تطلع من الراجل اللي عنده. هو الراجل ممكن يكون بيتظلم، ما طبعا في اجزاء بيتظلم فيها وفي اجزاء هو محتاج انه يشتغل اكتر. فهو الجزء ده اشتغل اكتر، طلع هو الراجل يا كابتن. بص خد بالك، دي الكره الوحيده من ساعه ما نزل موديست الاوفر المظبوط اللي اتعمل، اللي جه على دماغه، ما فيش اوفرات تانية خالص. فالكوره ده تخصصه، قويه جدا، شوطه زي ما انت قلت معموله بشكل كويس جدا، تمركزه دي شغلته. هي دي شغلته. بعتقد انه دخلت شويه ثقه، لو هو مقدر انه هيكون موجود في الفترة اللي جاية، ما اعرفش قرار النادي ايه، لازم يبقى فيه شغل على الـ على الـ على الميزة اللي عنده. هو ممكن طب انت كابتن ضيا، يعني انت شايف مثلا النهارده ما شفت اللي هو فرق في نتيجة مباراة وفرق في احراز بطولة عن طريق المهارة اللي عنده اللي تم استغلالها، سواء بعرضية علي او بالطريقة اللي هو طلع الكرة العالية بتاعت شوبير اللي حولها لكريم. ده انت بقى لو موجود هتفكر سهل، هتفكر ازاي؟ طبعا لانه لعبها بقوه وموجه، وهو عارف وموجهة. هو اي حد، اي راس حربه بيطلع بيلمس الكوره. بس تفكر ازاي بقى من ناحيه موديست؟ انا افكر انه اخلي موديست واجيب فيرو تحت السن. قولا واحدا. فرجنا تاني عم ياسر، ده ورينا الاسيست. اسيست بص يعني من حته بعيده جدا قوية، لعبها يعني عامل باصة، عامل باصة قوية. وكان زكي كريم برضه. لا كريم بيعمل دي دايما، بيكمل في الحتة. يعني جوناثان لسه عايز ياخد على صدره ويطوح رجله، ما التاني خلاص. كريم ضغط كويس جدا بصراحة، جون يحسب لكريم بشكل كويس طبعا. وموديست، فموديست النهاردة المساهمة الأكبر في إحراز بطولة السوبر.